قطاع البراميل الأول استهدف هذه المدرسة. سنرى حجم الدمار إن شاء الله الذي أحدثته براميل أسد متفجرة. طبعا واضح جدا أن البراميل سقط في هذا المكان. البراميل سقط في هذا المكان وهذا حجم الدمار في هذه المدرسة. هذه كتب ودفاتر الطلاب. إذن هذه هي مدرسة القطاع المدرسي الابتدائي. هذا آثار الدمار. وفي هذا الاتجاه البرميل الثاني الدخان يتصاعد من مكان السقوط. البرميل الثاني هنا البرميل الأول. هذه مدرسة اللطامي مدرسة ابتدائية. طبعا هذا مكان سقوط البرميل. هذه البراغي اذا بتعمل هيك مشان الانتخابات ما حد راح ينتخبك. اذا هذا حجم الدمار في هذه المدرسة. واضح حجم الدمار. واضح حجم الدمار في هذه المدرسة بعد سقوط البرميل على هاي الطيور هاي الاصلاحات يعني هاي ما اصلاحات يا مشاري.